المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضراتكم عرض السابع الرئيسي لهذا المساء. أدى اليوم أربعة من أعضاء المجلس الأعلى للإعلام القسمة أمام رئيس المحكمة العليا وبعض من أعضائها، وذلك بحضور رئيس الجمهورية هدري الدبيتنو ورئيس الوزراء إلى جانب العديد من الشخصيات الاعتبارية. محمد طاهر صالح. بعد تعيين أعضاء المجلس الأعلى للإعلام بمرسوم الرقم 0113، جاء تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للإعلام بأداء يمين القسم أمام رئيس المحكمة العليا وبعض أعضائها بحضور رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. في مستهل الجلسة تلا المدعي العام للمحكمة العليا عثمان سليمان حارون مذكرا الحضور بالمرسوم القاضي بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للإعلام في 18 من فبراير 2016، كما ذكر المحلفين باللوائح والنظم التي تسير عمل المجلس الأعلى للإعلام، وهي المهنية والشفافية والقوانين والانضباط المعمول بها التي تنظم العمل داخل المجلس، وطلب من المحلفين الجدد أداء القسم وهم سعدية حسن محمد وجودوني جوناباي واللزم الحاج إسحاق ولوران جونجي. Je le jure. Monsieur Lavo Gondje. Je le jure. وعقب أداء قسم المحلفين الأربعة يصبح عدد أعضاء المجلس الأعلى للإعلام 9 أفراد، وعبر بعض المحلفين عن انطباعهم بعد أداء القسم. الرئيس أدى مكانة كبيرة للمرأة، وأنا كمان اليوم يعني لي الشرف كنت ضمن الأربع المستشارين الذين تم اختيارهم في المجلس الأعلى للإعلام، فأنا مبسوطة جدا جدا، وإن شاء الله نكون على أدى المسؤولية عشان أدي الأمل بنجاح إن شاء الله، وسنكون في خدمة كل الصحفيين بالعربية أو بالفرنسية. فشعورنا بالمسؤولية اليوم كان أكبر مما كنا نتصور من قبل، ومع ذلك نؤكد لكل الإخوة الإعلاميين بأننا إن شاء الله سنكون على مستوى المسؤولية، وإن شاء الله سنؤدي واجبنا كما ينبغي بكل صدق وأمانة إن شاء الله. جدير بالذكر أن أعضاء المجلس الأعلى للإعلام سيتم اختيار رئيس المجلس ضمن الأعضاء 9 المختارين،